السلام عليكم خوتي، اليوم جبت لكم واحد الخبر زوين بزاف مقارنه مع الاخبار اللي تعودنا نسمعوها مؤخرا. وهذا الخبر هو خروج الحكومه ونفي خبر فرض رسوم جمركيه على السلع الادويه والهدايا اللي كيجيبوها الجاليه المغربيه او السياح من خارج المغرب. كيفاش وما مدى صحه الخبر؟ تابعوا الفيديو حتى الاخير، عندي لكم بزاف ديال المعلومات اللي غتفيدكم وغتعجبكم ان شاء الله. كيف كتعرفوا خوتي المتابعين، درت فيديو الاسبوع المنصرم وقلت لكم بلي الحكومه فرضت رسوم جمركيه على جميع السلع اللي تبغيو تدخلوها من خارج المغرب، وكذلك على الهدايا اللي القيمه ديالها اكبر من 2000 درهم. لكن تبين لاحقا ان هذا الخبر غير صحيح، فقط اشاعه او جس نبض لنا. والحمد لله، وكيف سمعنا كاملين الخروج الاعلامي للوزير القجع وقال بالحرف باللي هاد الهضره ما كايناش وباللي فقط اشاعات من بعض المنابر الاعلاميه اللي صراحه ما قدو فيل زادو فيلا، بغاو يركبوا على الموجه وينشروا هاد المعلومات اللي فيها واحد المغالطات كبيره. وللاسف من بين المنصات والجرائد اللي نشروا هذا الخبر فكاين منصه اللي هي موثوقه، لكن للاسف تبين باللي الخبر اللي نقلته لكم من هذه الجرائد كان خبر خاطئ. وحتى نبرئ الدماء فخرجت هذا الفيديو هذا باش ننفي الخبر اللي كان في الفيديو السابق وباش نطمئن جميع المسافرين والمهاجرين المغاربه اللي باغيين يدخلوا المغرب. فراح حتى شي حاجه ما تبدلت، واي حاجه باغي تدخلها تقدر تدخلها كيف كنتي سابقا، يعني ادويه هدايا او سلع بعدد محدد يمكن لكم تدخلوها وما تخلصوا عليها حتى شي حاجه كيف كنتو سابقا. وهذا الفيديو اخوتي درتو خفيف ظريف باش ان شاء الله نصحوا هذه المعلومه، فحاولوا بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم هنا في المغرب ولا كذلك العائلات ديالكم اللي خارج المغرب. اذا اخوتي الى وصلك الفيديو دير جيم بارطاجي مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. الا كانت هذه اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا اول باول.